طيب دلوقتي هنروح لموضوع تاني، وبالتأكيد في كل رمضان ومع الدراما الرمضانية بنشوف وجوه فنية كتيرة جدا بتخطف الانتباه كده. على سبيل المثال عندنا في مسلسل الاختيار من ضمن هؤلاء الفنانين الفنان أحمد الرافعي اللي نجح في تقديم دور مفتي جماعة أنصار بيت المقدس، واللي بتكشف أحداث المسلسل الأعمال الإرهابية اللي قامت بيها التنظيمات دي ضد الدولة المصرية. هو دلوقتي معانا على التليفون الفنان الجميل أحمد الرافعي. يا أحمد صباح الخير. يا صباح الورد والهنا. صباح الجمال عليك. أخبارك إيه؟ متألق ما شاء الله عليك. يا رب يخليك، ده من ذوقك. تسلم. الله يخليك يا حبيبي. كلمنا عن الكواليس، عايزين نفهم أكتر وإزاي تم ترشيحك لهذا الدور. والله من أول الجزء الأول كان في حد زميلي محمد نبيل منيب كان متولي الملف بتاع الكاستنج ده في المسلسل، فرشحني في الشخصية لدكتور بيتر، وأظن أنه صديقي عابد عناني اللي قدم دور عماد عبد الحميد زكى هذا الترشيح لدكتور بيتر، فبقيت موجود معه. لا يا حبيب. بس عظيم والله، يعني اختيار صادف أهله يعني. طبعا جدا. ردود الأفعال الإيجابية في مسلسل الاختيار، والناس بقى يعني متابعة كل الأجزاء. عايزة أقولك إن ده عمل عليك كده لود زيادة أو حمل زيادة في الجزء الثالث؟ شوفي دايما بتبقى طبعا لما بيكون في عمل مجزأ بيبقى كل جزء في تحدي قدام الممثل، ودايما بتبقى المسائل يعني عارفة رايحة للأصعب يعني. والممثل نفسه بعد ما بيبقى الشخصية لسه كده فيها طزاجة يعني لسه طالعة من الفرن، فمع الجزء الثاني والثالث بتبدأ المسائل ايه يعني الممثل نفسه تركيزه بيتأثر وتذكره للشخصية بيتأثر، ولكن الحمد لله يعني بفضل ربنا وبمنته يعني ايه الناس شافتها زي ما شافتها في الجزء اللي فات والجزء ده كمان بإذن الله. طيب ازاي بتذاكر الدور بتاعك؟ يعني بتاخد فترة قد ايه في انك تذاكر الدور بتاعك؟ وعايزين نعرف كواليس التصوير بتكون عاملة ازاي؟ شوف والله يعني زي ما كل ممثل من مفترض انه يتصدى للشخصية اللي بيقدمها، بيتناول الشخصية محل اللعب بالدراسة والتحليل، بيشوف ابعادها، ابعاد فيزيقية اجتماعية نفسية، بعد ما بيحلل الابعاد دي وبيشوفها كل بعد على حدة بيبدأ يجمعها ويشوف ايه التركيبة اللي طلعت له بني آدم طالع عامل إزاي، بالنظر لمحددات تانية في النص المحل برضو التجسيد وخلافه يعني بتتضح ملامح الشخصية معاك. الكواليس تحديدا في العمل ده من أول يمكن جزء الأول، وهي كواليس يعني نتمنى أنها تبقى الشغلانة بتاعتنا تبقى شبهها، لأن كواليس بيخيم عليها الانضباط. عظيم. الحاجات بتحصل في توقيتاتها، يعني مش عايز اقعد اقول تفاصيل كتير، لكن يعني في تفاصيل في ظروف كتير جدا في الكواليس لو توفرت لكل الاعمال الفنيه هيبقى مستوى الدراما المصريه في حته ثانيه. طيب احمد، يعني شخصيه مفتي لجماعه ارهابيه تكفيريه، بعيدا بقى عن انها محتاجه تفاصيل كتير في المذاكره، هي يعني لازم تكون قريبة جدا من الواقع وفيها نوع من أنواع التوثيق أو فيها نوع من أنواع التأريخ، فأنت عارف أن الدور اللي أنت بتعمله هيتاخد ريفرنس أو هيتاخد مرجعية مستقبلية لمرحلة إحنا عشناها في مصر وشفناها وتابعناها وكلنا كنا يعني تعبانين فيها جدا، فالتفاصيل دي كلها أنت لميتها إزاي وتابعتها إزاي عشان تطلع لنا الشكل ده؟ شوفي والله يعني هو انا اذكر عباره بيقولها لي صديقي عابد عناني، يقول لي يا عم احمد احنا بس نصحى بدري وان شاء الله هنمثل ونبقى زي الفل يعني. يعني هو بالتاكيد الملف متخم ومليء بالتفاصيل، ولكن يعني في النهايه ايه يعني زي ما تقولي يعني ربنا بييسر يعني المسائل يعني مع استمرار العمل الدؤوب كل يوم، التفاصيل الكتير دي لما كل يوم بيتم العمل على كام تفصيلة صغيرة منهم مع الوقت بينبني العمل قدام الممثل، ولما بيدخل عشان يأديه بتبقى الأمور يعني متسقة إلى حد بعيد. عظيم. أحمد إيه الشخصية اللي أنت نفسك تجسدها؟ كتير. زي إيه مثلا؟ زي مثلا
جوستاف أجيلي الرسام السويدي اللي جه مصر وأصبح عبد الوهاب عقيلي، زي سمير الإسكندراني، وخاصة الجزء الفترة اللي كان فيها شاب وتعاون مع جهاز المخابرات المصرية في فترة رحمة الله عليه جمال عبد الناصر، وكان له عملية شهيرة جدا تناولتها الصحف في الفترة دي. أتمنى يعني بحلم إنه الفنان ده سمير الإسكندراني ده ودوره ده يتم تسليط الضوء عليه عبر حكاية تحكي القصة بتاعته، وغيره كتير وغيره ان شاء الله كتير. يحصل وانت لتجسد الشخصيه. احنا بنشكرك طبعا ان شاء الله. أتمنى. كل التوفيق ليك، انت ما شاء الله شاب جميل ومجتهد وسايب بصمه، وحقيقي سايب بصمه والله، يعني ما شاء الله عليك. احنا بنتفرج وبنتابع، وفي كل رمضان بنتابع عشان نشوف مين الوجوه الجديده اللي بتثبت نفسها في العمل بتاعها. بيدي عمل مثلا مختلف، بتلاقي فيه تعبير وشه بيأدي فعلا، انت بتعيش كان فعلا ده هو ده هو ده اللي شفناه، يعني انت بتحس ان احنا متخيل ان ده انت شايفه بالفعل. فطبعا هو يعني ده جميل. احنا بقى كجمهور بنقعد نركز على ده، فالناس رد فعل الناس على الموضوع ده ايه يا احمد؟ يعني انت اكيد تابعت ردود افعال الناس على السوشيال ميديا. يعني اكتر رد، يعني اكتر كومنت انا فاكره جدا وصوروا عندي بتقنيه السكرين شوت عشان احتفظ بيه للذكرى، في شاب قال يا جماعه انا مشكلتي مش مع كل اللي انتوا بتقولوه ده، انا مشكلتي انه الشخصيه الحقيقيه كان هو مزاملها بكليه الهندسه، كان زميله في الكليه. فبيقول ان لولا ان انا عارف انه خلاص مات كنت شكيت انه الراجل ده لسه موجود. يعني طب انت جبت التفاصيل دي منين يا احمد؟ انت جبت التفاصيل دي منين؟ بعيدا عن الصحيان بدري وزولك بدري. قال لك احنا بنصحى بدري بس هنبقى زي الفل. موجود لها تسجيلات، بس صدقيني الصحيان بدري ده بيخلي الواحد ايوه في بركه في اليوم. انتوا صباح الخير يا مصر قوي، يعني اكتر ناس لامسين الحكايه دي. حاسين بيك. طيب احمد انت بتقرا كتير، انا شايفه انك قاري ومتابع ومن كلامك كده عندك تفاصيل كتير. كان شاذلي سالك انت حابب انك تعمل شخصيات ايه؟ انا عايز اعرف بقى انت حابب اصلا تعمل سينما ولا حابب تعمل تلفزيون؟ والله يعني شوفي انا حابب اعمل سينما وتلفزيون ودوبلاج. يعني انا السنه دي جنب الاختيار وجنب ملف سري مشارك، وده شيء بفخر بيه جدا، في عمل كرتون رائع للاطفال المصري اسمه يحيى وكنوز. انا دايما بسعد كل ما بدخل الاستوديو عشان اسجل حاجه شبه كده للاطفال، واحب اشتغل اذاعه، انا احب امثل في العموم، وطبعا قبل كل الحاجات دي المسرح. يعني احب اعمل ده وده وده، مش عارف التشبيه هيبقى لطيف ولا لا، بس زي اللي بيحب الاكل فيحب يطبخ طبخه تقيله، ويحب يطبخ يعمل حاجه خفيفه، ويحب يعمل سناكس، ويحب يعمل كل الحاجات. عايز يعمل كل الاصناف. انا احب اعمل كل الحلويات بصراحه. يعني ده عظيم جدا. مين من زمايلك بتتابعه من برضو الوجوه الجميله اللي لسه بتظهر السنه دي في الاختيار ثلاثه؟ في الممثل اللي قايم بدور احمد عبد العاطي سكرتير رئاسه الجمهوريه في الفتره اللي هي 2012 2013، بيقوم بالشخصيه دي هاني الطنباري، دفعتي، وبس هو دفعه دخول سبقني للتخرج سنه 2006، وكان بره القطر المصري، كان في دوله الامارات الشقيقه، وعاد من حوالي سنه، استقر دلوقتي عادل في ارض مصر. وادعوكم لان انتوا تشوفوا الروعه والجمال اللي هو مقدمه في الاختيار ثلاثه عبر الشخصيه دي. كل شكر ليك يا احمد، شرفتنا ونورتنا. شكرا لكم انتم، اشكركم. شكرا ليك احمد رفعي، احنا كنا مبسوطين انك موجود معانا النهارده، شكرا ليك.